هذه قصة ذكرت في أكثر من كتاب، والرواية التي أذكرها لكم الآن من ذكرها السقاف في أمالي، في شرح أمالي على الديوان الكندي اللي هو المتنبي. هدبة بن الخشرم شاعر فحل، جاء بينه وبين زيادة بن زيد العذري ملاسنة، ورغم أن مع أبناء عمومة ومكايدة، وجرهم الأمر أن كل واحد يتغزل في أخت الثاني. لكن زياد عندما تغزل في فاطمة كانت فاطمة تسمع، وأما هدبة عندما تغزل ما كانت تسمع. فعندما قال عوجي علينا واربعي يا فاطمة أما تراني الدمع مني ساجمة، ثارت عنده الحمية وجاء بينهم تراشق واحتراب حتى قتله هدبة. وعندما قتل طالت الطريق وأخذوا بعض الأقارب حتى جاء ووضع في السجن. طبعا وكان والي المدينة سعيد بن العاص، ورفع أمرهم إلى معاوية، وحمل هدبة بن الخشرم إلى معاوية بعد أن اشتكى عبد الرحمن بن زيد أخو زياد، وقال أقدني أريد القصاص من هذا الرجل الذي قتل أخي. فكان معاوية أراد العفو فقال ما فعلت يا هدبة؟ قال تريدها بالنثر أم بالشعر؟ وهدبة من الناس الذين تجلدوا وهو في طريقه إلى ساحة القصاص، من المتجلدين من الناس الثابتين. قال أريدها بالشعر. قال فلما رأيت أنما هي ضربة من السيف أو إغضاء عين على وتري عمدت إلى أمر لا يعير والدي خزايته حيا ولا هو في القبر. رمينا فرامينا فصادف رمينا منية رجل في كتاب على قدري. قال ما أراك إلا أقررت على نفسك. قال هو كذاك. قال هل لزياد ولد؟ قالوا نعم له صغير. قال احبسوه حتى يبلغ هذا الصغير. فحبس 7 سنوات. فلما بلغ ابنه دفعت الديوات، دفع عبيد الله بن عباس ودفع عبد الله بن جعفر والحسين، يعني تدخل أناس وأعطي 10 ديات. فرفض حتى أن أمه أم زياد قالت والله لو عفوت عنه لأنكحنه وتزوجه حتى يجمع ما بين قتل أخاك ونكاح أمك. تبت شبه مرة خلاص. المهم قال القصاص أخذني. فأخرجوا به إلى الحرة ليقتلوه. في الخروج طبعا هو يمجو يقول له ترى القصاص، كان لعب شطرنج، قال خلوني اخلص اللعبه اول شيء بعدين اطلع معكم. كان متجلد يعني. هو صحيح الكلام ذا؟ اي كان متجلد. طبعا هناك قصص سنذكر بعضها في بعد، من اولئك الذين تجلدوا في امام الموت، يعني قالوا اشعارا وهم في طريقهم الى الموت. اما عبيد بن الابرص فعندما قال له النعمان قل قال حال الجريض دون القريض، يعني قام يجز ما قدر. فهدبة عندما خرج التقى بعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال أنشدني. هو دحين وين رايح؟ بيقصون. قال ولست بمفراح إذا السر إذا الدهر سرني، ولا جازع من صهر صرفه المتقلب، ولا أتمنى الشر والشر تارك، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. ثم قال عللاني قبل نوح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائح. إذا راح أصحابي تفيض عيونهم وغدرت في قبر ثقيل الصحائف، يقولون هلا أصلحتم لأخيكم وليس وما القبر في الأرض الفلاء بصالح. ثم نظر إلى أمي فإذا هي تبكي، وأباه قال عللاني اليوم صبرا منكما، إن حزنا منكما اليوم لشر، ما أظن الموت إلا هينا، إن بعد الموت دار المستقر. ثم نظر في الجهة الأخرى فإذا زوجته، فقال يا أم بوزع ولا تجزعي من صرفه مما أصاب فأوجع، ولا تنكحي إن فرك الدهر بيننا أم غم القفا والرأس ليس بأنزع. يقول إذا مت لا تنكحين واحد له شعور وكذا، خلي واحد ناصلع وجوان به يوصيها.
قالت أمهلوه، فأمهلوه فذهبت وأخذت المدية وقطعت أنفها ثم عادت، قالت هذا منظر من يريد الزواج بعدك؟ قال طاب الموت الآن. ثم قدموه إلى السياف فقال أذا العرش إني عائذ بك مؤمن مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لهن صرير، لا أعلم أن الأمر أمرك إن تدن فعدل وإن تغفر فأنت غفور. ثم قدموا فقتل رحمة الله عليه. أرسل إلى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستغفر له، فلما بلغها الخبر استغفرت له رحمة الله عليه. هذا والله القوة والشجاع، هالقصيد كله. اليوم أنا أبو محمد حزايني الله يهديك أبو محمد، سحبتني اليوم. اليوم صراحة أنت بقصصكم سويت لنا شوي قصتهم. شوف قطعت خشمها بس قالت على الإخلاص له إن ما حد، علشان ما حد يقبلني بعدك يعني. بس أبو عايد تراني في بعض الكتب اكتشفت أنها تزوجت بعده. الله.